من الشركة الأصغر يسير الريع، وكثير الريع شركة أكبر. من أخلاق أهل النفاق سمي بهذا الاسم على التغليل، يعمل العمل حتى يراه الناس، أو يعمل عمل حتى يسمع به الناس. المهم علاج الرياء ما هو؟ الأول التوحيد. لو تعلمت التوحيد، حققت تعلمت وعملت ودعوت واعتقدت، ما تبالي بأحد في دين الله، صح؟ أي نعم. الثاني تعلم الشرك، ومنه الرياء، تعلم أنه شرك لذلك تحذر منه. طيب الثالث الدعاء، فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا. الثالث من علاج الرياء، احنا في الثاني، في الرابع. طيب الرابع عدم ترك العبادة خوفا من الرياء، لأن الشيطان إما يوقعك في باب الرياء أو ترك العبادة. الشيخ الآن يريد يصلي ركعتين أو يقرأ قرآن، وقال أخاف هؤلاء يمدحوني، ترك القرآن وقع في الشرك، ترك الرياء ودخل الشيطان في باب ثاني. تريد تعمل تعبد أعبد، ولا عليك بأحد، لا تبالي بأحد في دين الله، مفهوم؟ تمام. الخامس زيارة القبور، الزيارة الشرعية، صح أو خطأ؟ ها؟ لو ذهبت وزرت القبور زيارة شرعية، والله ما تفكر في الدنيا في الغالب، إلا نسأل العافية والسلامة في هذه الأزمنة، خلاص ماتت بعض القبور. والله في القديم ما تستطيع ترى قصاص أو يد مقطوعة أو رجل، صح؟ الآن يا رجل نتفرج كل شيء، صح؟ ولا شيء. وبعض الناس يشرب دخان حتى في القبور ويضحك ويمزح، صحيح؟ والله في القديم ما نستطيع القصاص. أيام كان عندنا بعض الأحيان في قصاص، تجد الناس يسقطوا يغمى عليه. اليوم لا، عاد طبيعي، كله يصور يا رجل، الآن كله تصوير، والله صدق. ماتت بعد القلوب، نسأل العافية والسلامة. نعم. إذن هذا الرياء، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابة من الرياء، إذن أنت من باب أولى، ولا تفتح باب شر على نفسك. يعني الآن هذا الشيخ الآن لو فتح باب رياء ما قرأ هنا عندي، صح؟ ويقرأ بصوت جميل، قل ما أنا ما أبالي بهؤلاء، أقرأ أصلي بالناس أعلم الناس أريد رضا الله، يأتيني الشيطان لا علي. لأن لو فتحنا باب الرياء لا يطلق اللحية ولا قصر الثوب ولا يطلب العلم ولا يصلي ولا يصوم.